للناس أرسلنا إنسانا ليقتدوا به، فتركيبتهم الجسدية كسائر الناس، يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، يتزوجون، يألمون، يفرحون، يغضبون، يرضون، لكن كل أفعالهم في إطار إرادة الرب سبحانه وتعالى. يعني إذا يغضب ليس غضبه اعتباطا، وإنما غضب لأمر يرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا يرضى ليس رضاه اعتباطا، وإنما لأنه يرتبط بالله سبحانه وتعالى. الحديث الشريف المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. هذا بعض العامة استشكل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه فاطمة حسب كلامه امرأة، فكيف إذا غضبت الله يغضب لغضبها؟ كيف إذا رضيت الله يرضى لرضاها؟ الجواب إن فاطمة معصومة، فلا تغضب اعتباطا ككثير من النساء، لا ترضى اعتباطا ككثير من النساء بل وكثير من الرجال أيضا، وإنما رضاها لأمر يرتبط بالله، غضبها يرتبط بالله، فلذا الله يرضى لرضاها، الله يغضب لغضبها، لكن بالمعنى الذي ذكرناه. فالله سبحانه وتعالى هؤلاء جعلهم معصومين حتى رضاهم وغضبهم لا يتأثر بأمور غير مشروعة. نحن قد نرضى أو نغضب لأمور غير مشروعة. واحد تأخذ الحمية، حمية الجاهلية، العصبية القبلية مثلا، المذهبية، حتى إذا كان باطل، لكن المعصوم الله عصمه، فغضبه ضمن الموازين الشرعية، رضاه ضمن الأطر الشرعية.